حياكم الله مجددا. يعد استخدام السلاح غير المرخص أو حتى حمله مشكلة أمنية خطيرة تؤدي إلى حوادث مأساوية، والشواهد كثيرة. السلاح وسيلة كان فيها لقتل العديد من الأبرياء، سواء عن طريق الخطأ كحالات إطلاق النار بهجة في مناسبات الزواج، أو في حالات أخرى بين الخصوم وغيرها من الحالات. الليلة في هلا نفتح هذا الملف بعد أن نتابع هذا التقرير للزميل مشعل فعلي. كاد ذلك العيار أن يقلب الفرحة إلى مأساة، وأن يكسر بهجة الزفاف على من انتظر يوم العمر بفعل من أراد أن يظهر السرور بالطريقة الخاطئة. إنها العادات والأعراف التي تتقاطع مع النظام، ففي كثير من الأفراح تحمل تلك التقاليد معنى من شدة الفرح وترحيبا بمن حضر، ولكنها في بعض الأوقات تحول تلك الليلة من فرح إلى ترح، إضافة إلى أن اقتناء الأسلحة والذخائر بين العامة يعده البعض بأنه من مكملات الزي الشعبي. ومن جانب آخر، فقد تفتقد تلك الأسلحة المستخدمة إلى تراخيص رسمية، الأمر الذي دعت وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها لتقنين حمل السلاح وضبط ذلك عبر الأنظمة المحددة، فيما شرعت أخيرا بإتاحة تصحيح أوضاع الأسلحة التي بحوزة المواطنين، فقد تقرر السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها في منتصف شهر شوال القادم. فقد نص في المادة 40 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا وبغرامة لا تزيد على 6000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبتت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص. مشعل فعلي، يا هلا. شكرا للزميل مشعل فعلي على هذا التقرير. أفتح هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، اللواء طيار ركن، الأستاذ عبد الله السعدون عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، والأستاذ عبد المجيد الموسى المستشار القانوني. أهلا بضيوفي الأعزاء وشكرا لحضوركم وتلبية الدعوة. لعلي أبدأ من عندك أستاذ عبد الله بداية. اليوم لما نتحدث عن مشكلة اجتماعية أمنية، بالضرورة احنا لابد أن نبحث الأسباب اللي تجعلني أنا اليوم أقتني سلاح، في خلفيات ثقافية، في خلفيات اجتماعية مختلفة. أولا، ما الدافع اليوم لاقتناء سلاح لدي أنا كمواطن سعودي برأيك أنت؟ أولا أنا أشكركم على استضافتي وعلى مناقشة هذا الموضوع المهم جدا والذي يهم كل مواطن. طبعا اقتناء السلاح يمكن في نفس كل شخص، معظم خاصة حتى ليس فقط في المملكة، حتى على مستوى العالم. يعني اقتناء السلاح مشكلة كبيرة جدا، وأيضا في نفس الوقت هواية وعادة، وهناك من يعني يمكن في بعض الدول مثلا في اليمن، لو أخذنا، لو دخلت في بيت واحد إذا ما في السلاح ما يعتبروا يعني هذا. وعندنا في برضو في المملكة تجد أن كثير يقتني أكثر من نوع من أنواع السلاح، ومثل ما قلت هو في عادات، في التقاليد، فيها أيضا بعضهم يشعر بالأمان لما يكون في بيته سلاح، مع أن الحمد لله يعني أمان ولا يمكن تستخدمه. يعني حتى لو يأتي شخص أنا متأكد أنه بيكون أسرع منك يعني في هذا، لكن يحس مثلا بعضهم يأخذ في السفر لما يروح لوحده ويزوجته مثلا أو كذا كأمان. لكن
أسباب عديدة لاقتناء السلاح مثل ما ذكرت لك. تعتقد أن غالبها يعني مرتكزها يعود للعادة والتقليد؟ يعني إذا سلمنا أنه الجانب الأمني، وإحنا يعني نشاهد اليوم كل حياتنا اليومية، اليوم الواحد ينام في بيته ويترك الباب مفتوح يعني ويأمن. الحمد لله. السؤال، هل اليوم الدافع في الاقتناع هذا هو عادة وتقليد، هو مظهر من مظاهر العدوانية اللي اليوم احنا نتكلم عن فئة الشباب المراهقين؟ نعم. هل هذه أسباب مقنعة لك؟ والله كلها الأسباب مجتمعة. أحد يأخذها مثل ما ذكرت يعني من جانب يشعر بالأمان، بعضهم كعادات، بعضهم عادات ورثها واستمرت. نعم. أستاذ عبد المجيد، اليوم المتابعين أو حتى من هم ضد حمل السلاح أو حتى اقتناءه يرون أنه السبب الرئيسي هو ضعف التطبيق في بعض الأحيان من قبل النظام تجاه من يحملون هذه الأسلحة، وحتى يمكن قبل شوي شفنا نوع من العقوبات في أشياء يمكن أخف ضرر عقوباتها أقسى. هل تتفق مع وجهة النظر؟ طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا النبي خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومسي عليك وعلى الضيف العزيز وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات الكرام. أنا أضيف وأؤكد إلى ما قاله سعادة اللواء أن الموضوع ثقافة، الموضوع في أصله ثقافة. الأمير نايف بن عبد العزيز الله يرحمه قال كلمة: المواطن هو رجل الأمن الأول. وأنت قبل شوي قلت أنه هل هذا يعتبر ضعف في تطبيق الأنظمة أو لا؟ أنا إن لم أكن كمواطن المساعد في تنفيذ الأنظمة أو اللوائح ذات العلاقة بتلك المشكلات ومنها حمل الأسلحة أو حيازتها، فبالتالي الموضوع صعب. مسألة التطبيق أنت صعب أنك تعرف ليش صعب؟ صعب ليش؟ لأنه السلاح قد يكون حاصل عليه بطريقة التهريب مثلا، قد يكون حاصل عليه بطريقة مثلا الوراثة أو بأي طريقة أخرى. صعب، قد يكون السلاح موجود عنده من قبل صدور النظام وما راح يصح أوضاعه مثلا خوفا أنه يقع في غرامات أو عقوبات أو إلى آخره. فموضوع لذلك يمكن تلاحظ وزارة الداخلية من فترة لفترة تدعو من لديه أسلحة أنه يبادر بترخيصها، والداخلية ما تدعو لهذا الأمر إلا للمصلحة العامة. يعني زي ما تفضل قبل شوية لو أخذنا مثال من الأمثلة، تكفي الدعوة يعني مو المفترض أن اليوم أن احنا ناخذ خطوات عملية؟ يعني التحدي اللي أمامنا هل هو تحدي في 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 جانب توعوي للفئة الشريحة الأكبر من الشباب، ولا الجانب التوعوي للأسر نفسها، ولا للمجتمع نفسه؟ هل في تقصير من جهات أخرى؟ حتى مؤسسة مجتمع مدني، الجهات الحكومية، الجهات التنفيذية تطبق نظام، لكن اليوم في جانب توعي مفقود كبير جدا. صحيح صحيح. المسألة زي ما قلت لك تعود بالدرجة الأولى إلى ثقافة الشخص اللي حائز على هذا السلاح. أصلا أنا أحتاج أني أحوز على السلاح أو لا؟ الحمد لله أنا في بلد آمن ومن مصاف الدول في الأمن الداخلي، اللهم لك الحمد، فبالتالي أنا ماني بحاجة أصلا أني أحمل السلاح. لكن البعض قد يكون حمل السلاح لأغراض مثلا شخصية، البعض يعتقد أنه أنا إذا كان عندي السلاح فأنا عندي أداة مثلا حماية، خصوصا اللي يعيشون خارج النطاق العمراني، أو إذا كان مسافر مثلا على طريق البر أو خلاف ذلك. فالمسألة هنا تعود إلى ثقافة الشخص بالدرجة الأولى. القاعدة القانونية، النظام موجود، اللائحة موجودة، القاعدة القانونية من خصائصها تنظيم سلوك مجتمعي. إذا كان المجتمع هذا أصلا أو جزء من المجتمع، أنا ما بعمم، عنده نقص في الثقافة، فطبيعي أنه ما تقدر أنت كأداة نظامية أنك ترغم بتطبيق هذا النظام. إذا ما كان المجتمع متساعد معك فيصعب أنك تطبق النظام. طيب أستاذ عبد الله، المتحدث الرسمي وزارة الداخلية اللي هو منصور التركي، نعم، في 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 أحد المؤتمرات الصحفية تحدث عن انخفاض معدل الجريمة لدينا إلى 4، هذا طبعا 20 سبتمبر 2017، تحدث عن انخفاض ب 4.5% عن العام الماضي، و 75% ارتكبت في 4 مناطق لوحدها. البعض يربط اليوم بين انتشار وحمل السلاح ومعدلات الجريمة. هل اليوم تحييد وتقييد حمل واقتناء السلاح سينعكس بشكل أو بآخر على معدلات الجريمة،
وكيف ممكن نوصل لهالنسبة هذه؟ بلا شك وجود السلاح وخاصة مع شخص إما غير راشد أو أنه يعني غير عاقل. من يستخدم السلاح هو شخص ما عنده خلاص يعني وسيلة تفاهم إلا هذا. فوجود السلاح بذاته عند هذا الشخص هو دافع له أن يستخدمه. فبلا شك يعني تحديد استخدام السلاح وأيضا تضييق وجود السلاح بقدر ما نستطيع، لأنه يعني مثل ما قلت لك حتى في أمريكا على سبيل المثال حاولوا بقدر استطاع، في لبي كبير جدا إلا يبغى يسمح بالسلاح وكذا، مع أنه تجدهم يدخل مدرسة وتحصله إما مريض نفسي أو تحت تأثير المخدرات أو شيء، أو أيضا ثأر مثلا ويعتقد أنه هذا في حالة غضب في حالة كذا وجد السلاح، إذن أنا أعتقد أنه سيستخدمه في هذا الجانب. ولذلك أعتقد أول شيء لابد من مثل ما ذكرت وزارة الداخلية أنه لابد من تحديد السلاح، لابد من وجود التصريح، لابد أيضا من الوعي حتى على مستوى المدارس، لأن في طلبة يمكن يستخدموه مثلا في المرحلة الثانوية أو في هذا، قد يستخدم سلاح والده وقد يأخذه وهو هذا. فلذلك جانب الوعي مهم جدا، أنك لابد أنك دائما تركز على حاجة في أكثر من هذا، حتى في يمكن في خطب الجمعة يا أخي لابد، لأن هذا خطر أداة يعني قتل، واستخدامه بهالسهولة طبعا بلا شك سيزيد من نسبة الجرائم. ترى أستاذ عبد الله أنه بالفعل الأجهزة التعليمية قامت بدورها اليوم تجاه التوعية بمخاطر السلاح؟ لا لا، أنا أعتقد أن التعليم فرصة ذهبية للتوعية. يعني حتى لو يحضر مثلا الضابط المسؤول أو صف الضابط ويأتي إلى المدرسة ويشرح للطلبة مثلا في المرحلة الثانوية خطورة السلاح، استخدامه، المزح بالسلاح أمام زملائه، وجود الذخيرة في السلاح، وجود السلاح في البيت قريب من الأطفال قد يقتل والده، كيف تتصرف إذا لقيته أو وجدته بالمنزل. كل الأشياء هذه أنا أعتقد أن المدارس هي مكان لم نستثمرها بالمطلوب في أشياء كثيرة. في الدول المتقدمة يأتي مثلا تجد مثلا عامل أو رجل إطفاء يتكلم لهم عن الحرائق، المرور يتكلم لهم عن هذا، في السلاح يتكلم لهم عن كذا، لأن الطالب لما يشوف أمامه مثلا ضابط أو أمامه يعني رجل مسؤول عن هذا أمامه، أنا أعتقد أنه يوضح له أشياء كثيرة. ولذلك المدارس فرصة للتوعية بهذا الجانب. طيب أستاذ عبد المجيد، اليوم الدوافع تختلف لمن يحمل السلاح، لكن في دراسات مع أنها غير يعني غير محكمة وهي دراسات عشوائية ما وجدنا لها مصادر، وحقيقة كان صعب جدا أن نجد مصادر عن استخدام السلاح أو قياس لمدى استخدام السلاح وأثرها اليوم على المجتمع قليلة جدا ونادرة قد تكون. اليوم البعض يتحدث أنه العولمة لها دور، المشاهد العنيفة في الأفلام، الألعاب الإلكترونية كلها محفزات ودوافع للعنف قد تقود الأشخاص لاستخدام السلاح بنوع ما، ونحن نتحدث عن فئة مراهقين هنا يمكن ما صعب أنه يقرأ العواقب اللي تلي هالشيء. هل نستطيع اليوم، أنا أتحدث معك كقانوني، هل نستطيع اليوم أن نقود ربما حملة معينة لإقرار أو سن أنظمة تجرم مثل هكذا مصادر تحفز العنف؟ طبعا أنا أشكر بداية يا هلا وروتانا خليجية على هذا البرنامج، لأنه يعتبر أحد الأدوات اللي ينطلق منها في التوعية لمثل هذه المشكلات وتعزيز الوعي الأمني لدى مستخدمي هذه الأسلحة. اليوم لما نرجع ننظر إلى نظام مكافحة التدخين مثلا، نجد أنه جعل المشاهد أو جعل من يستخدم مشاهد التدخين في التلفزيون مخالفة نظامية موجبة للعقوبة.
ليش ما يكون نفس الفكرة في نظام الأسلحة والذخائر؟ ليش ما يكون لها تقنين كذلك؟ أنه صحيح كل الأفلام فيها كل الألعاب الإلكترونية، نعم الألعاب الإلكترونية الأفلام كلها هذه فيها تحفيز، وهذا يدخل في قد يدخل في موضوع التحريض للجريمة بشكل غير مباشر، وفيه قضايا على المستوى العالمي في 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 هذا الشأن كسبت بسبب انه الجهة الحكومية الفلانية في دولة ما رفعت قضية على الشركة الإعلامية الفلانية. ليش؟ لأنها استنتجت ان هناك جرائم كان السبب في تلك الجرائم ارتكابها هو التحفيز من خلال تلك المشاهد. فاحنا لما نضع ضوابط وننفذ هذه الضوابط ونحرص و أنتم أدرى، بس ما عندنا إحنا اليوم نظام يجرم مثل هالممارسات هذه. لا كمشاهد لا ما في. ما في. لا ما في، موجود فقط في نظام مكافحة التدخين اللي صدر في عام 1436، جعل من استخدام أو وضع مشاهد فيها تدخين بأي طريقة كما جاء في تعريف التدخين في النظام. جعل منها مخالفة نظامية موجبة للعقوبة. فلما نضع مثل هذه الضوابط بشكل غير مباشر ححد من استخدام الأسلحة في 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 غير أغراضها. قبل شوي أنت ذكرت إنه الدراسات قليلة، طبيعي بتكون قليلة، وطبيعي أنها حتكون حتى نتائجها غير مجدية. ليش؟ لأنه طبيعي. أنا أقول لك ليش، لأنه ما حد بيجي يقول لك أنا عندي سلاح غير مرخص وتعال طبق عينة الدراسة علي. وروح للناس المحكومة، روح للناس اللي مارست اليوم خالفة نظام. بس كم عددها نسبة إلى الأشخاص اللي يحملون الأسلحة؟ لا زال عندنا دراسة يعني قبل شوي نقول إيه، قبل شوي إحنا نقول الأجهزة التعليمية، الأجهزة الإعلامية، المجتمع. أنا أقول المجتمع كله مقصر في بعض العوائل وبعض الأسر. ممكن أتفق معي سعادة اللواء، يعطي ولده يقول هذا السلاح ولدي خله عندك أحفظ فيه نفسه. في مشاهد. سأجي على يعني سنأتي على الموضوع حمل السلاح من جانب العادة والمفاخرة، وسأسأل عنه يمكن سعادة اللي، ولكن بعد أن ننتقل إلى فاصل ثم نعود مرة أخرى. قوم على أهلا بكم مجددا، نناقش موضوع حمل واقتناء السلاح مع ضيفي في الاستوديو سعادة اللواء طيار ركن، الأستاذ عبد الله السعدون والأستاذ عبد المجيد الموسى. مجددا أهلا بضيوفي. سعادة اللواء، اليوم لو تحدثنا عن استخدامات السلاح المتاحة في النظام، هل من ضمن هذه الاستخدامات استخدامه في الأفراح؟ حالات كثيرة يمكن خلال 3 سنوات اللي راحت مرت علينا صار فيها إصابات، وبعضها قد يصل إلى الإيذاء المباشر أو حتى القتل. أبي أسمع رأيك أنت أولا الشخصي، ورأيك أيضا أنت كممثل لمجلس الشورى. هل نوقشت هذه القضية بين أروقة المجلس في أحد المواضيع؟ هل تم نقاش هذا الأمر؟ كيف يتم التعامل معه؟ أولا رأيي أنا الشخصي هو أنها مصيبة الحقيقة، وأعتبرها أحيانا تأتي جريمة قتل بالنسبة لخاصة، يعني لما تستخدم السلاح وخاصة الرشاش في مناسبة وفي مجموعة من الناس وتعلن فرحك بهالطريقة، هذه خطرة جدا. يعني لو يتعثر ويده على الزناد حيقتل اللي قدامه، هذا أول شيء. الشيء الثاني البروجيكتر حق الرصاصة تطلع حتنزل حترجع وترجع بنفس السرعة تقريبا، وستقتل الشخص، تضربه يعني مع مقتل مع رأسه ولا كذا، ولا تطيح على سيارة ولا في بيت. في ناس أصحاب بيوت قريبين من أماكن الزواج سقطت عليهم هذه، فهذه مشكلة الحقيقة يعني، وللأسف أنهم يتفاخروا فيها ويعتبروها نوعا من الترحيب. يعني بدل ما يرحب مثلا بأسلوب بكلام بهدية بوردة بأي شيء يأتي بالسلاح بالرشاش هذا. وأنا حضرت الحقيقة يعني في مناسبة، وقفت يعني قلت صاحبي، قلت يعني إحنا
ما هو جايين نضيف جايين ضيوف وكذا، وإذا هذا نطلع طبعا توقف. لكن في ناس للأسف ما يقولوا شيء. أنا أعتقد أنك يجب أن تتحدث، يجب أن تبلغ مثلا كلنا أمن سواء بالتطبيق أو 999 وتبلغ، لأن هذا مخالفة صريحة، مخالفة لاستخدام السلاح، استخدم في غير أغراضه في هذا الجانب، ولذلك هو مخالفة ويجب يعاقب عليها، وفي نظام له وفي مادة. وبالنسبة لمجلس الشورى طبعا نظر إلى هالنظام، وجد أن النظام موجود وأن العقوبات موجودة، بس تحتاج إلى تطبيق. هذا هو، وتحتاج التطبيق تطبيق، وهذه جهات تنفيذية، يعني مجلس الشورى يتأكد من وجود النظام، يتأكد من إذا في تعديل في النظام من حق أي عضو في المجلس، أو نظام إذا كان فيه عدم وجود نظام هو يستحدث نظام يعني، والنظام هذا يمر بمراحل باللجنة ثم يعرض على المجلس ثم يذهب إلى مجلس الوزراء ويصدر فيه مرسوم ملكي لتطبيقه. يعني ترى أنه إمارات المناطق، وزارة الداخلية، الجهات الحكومية كافة مسؤولة عن التطبيق؟ أنا أعتقد بلا شك وزارة الداخلية هي المسؤول الأول، وكلنا أمن هو هذا، لكن أيضا أمراء المناطق هو الحاكم الإداري. أبغى دور الأعيان أستاذ عبد الله، دور الأعيان، مشايخ القبائل في 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 إيصال هالرسالة. يعني الموضوع حتى صار في تحفيز، صار فيه نشيد، وصار فيه شيلات يظهر فيها سلاح، وكأنه شيء عادي. والجهل، أنا أعتبره الجهل، أعتبرها ثقافة وعادات يجب أن تختفي، ولكنها للأسف هناك من يغذيها، تجدها عن جهل، عن تفاخر، يعتقد أنها نوع من الفرح، ليش لا؟ ما يفكر في عواقبها، انه لو يقتل شخص او يجرح شخص او هذا، بعدين هي مزعجه جدا، مكلفه جدا، وتخوف والله يعني. طيب استاذ عبد المجيد، العقوبات يمكن واضحه، الحمل السلاح، المسدسات والرشاشات وغيرها، لكن هل في عقوبات مفصله اخرى لحمل السلاح الابيض؟ ويمكن هو الاكثر انتشارا، ولو اني انا ما املك ادله يعني، لكن من السهل يعني انك تجده في اي مكان وتحمله يعني. طبعا نظام الاسلحه والذخائر حدد وفصل لعقوبات استخدام الاسلحه بانواعها، الاسلحه الحربيه، الاسلحه الفرديه، اسلحه السلاح الابيض الى اخره، وحمل تلك الاسلحه بترخيص او بدون، استيراد الاسلحه الى اخره، وجعل من العقوبات نوعين، بالسجن او بالغرامه او بهما معا، وتصل العقوبات قد تصل، اتكلم بشكل عام، الى 30 سنه سجن 30 سنة، وغرامة تصل إلى 300,000 حسب طبعا نوع كل مخالفة وبما تناسب معها من عقوبة حسب المحدد في نظام الأسلحة والذخائر. شوي 300، وهذا اللي أنا أقول يفترض أن يعاد النظر في نظام الأسلحة والذخائر. ولو نلاحظ أنه استخدام هذه الأسلحة نجدها في أماكن محدودة، يعني استخدامها في الزواجات ليست في يعني في مدينة الرياض مثلا أو في المدن المتحضرة ما نلقى الشيء هذا، بس في بعض المناطق، في بعض القرى، أنا أقترح لو يكون هناك مثلا لجنة تتابع مثل هذه ال نسميها السلوكيات، وتركز إدارة أن تقتل شيء فصنع له لجنة. يعني ما أعتقد أنه اللجنة يمكن يكون عندها الحل، ليش ما يكون الحل عند المجتمع المدني نفسه اللي في القرى هذه؟ ليش ما نروح اليوم ونرسل الرسائل للمجتمع هذا؟ اليوم تحدث الأستاذ عبد الله عن ربما جهل معين لكيفية التعامل مع النوع من الأسلحة، ما هو هذا أسهل من اللجنة؟ أعطيك على سبيل المثال نظام مكافحة التحرش قبل ما يصير، كان هناك، وأنا بأستشهد بالنظام، كان هناك بعض التخوفات ممن يقوم بالإبلاغ عن مثلا مكافحة التحرش، أنه طيب أنا ممكن يعلم عني، ممكن أنا أثناء التحقيق يذكر اسمي، وبالتالي بكون أنا متضرر. فهذه المفترض أنه يتناولها ويعالجها نظام الأسلحة والذخائر، أنه يجب على كل مواطن أو مقيم أو شاهد حضر أو شاهد شخص يحمل سلاح أنه يبلغ، والنظام يكفله السرية التامة في الإفصاح عن معلوماته.
إلا إذا اقتضى مثلا اقتضى الظروف القضية الإفصاح عن معلوماته. كذلك يجب أيضا ملاك وحراس والمسؤولين في تلك الاستراحات وتلك القصور أن يبلغوا بحزم أي سلاح تشاهد أبلغ عنه، سواء تعرف معه ترخيص ومع ترخيص بلغ عنه. طيب سعادة اللواء، اليوم في أسلحة مرخصة وتباع، وفي أسلحة تهرب بطرق عديدة وبوسائل عدة. برأيك هل اليوم احنا نجحنا اليوم في سد ثغرات التهريب اللي اليوم موجودة للسلاح على حدودنا؟ طبعا أهدافها كثيرة أكيد، لكن هل نجحنا بالفعل؟ هل هناك آليات نحتاجها أكثر لتعزيز هذا الأمر والتصدي له؟ والله شوف، أول شيء حدود المملكة قارة وأيضا تجاورها دول موجود فيها السلاح بكثرة. اليمن على سبيل المثال، هذا يباع يعني في الأماكن العامة مثل بقالة يعني في هذه، ومن السهولة التهريب من اليمن مثلا إلى هذا على حبر هذا. عندك مثلا العراق موجود فيها بكميات هذا، عندك الآن يعني سوريا، كل للأسف وجود دول متوفر فيها السلاح ورخيص وتأتي هنا مثلا، إذا في مكسب ستجد من هذا، إذا فيه من يهرب سيجد إن هناك من يشتري، مثل المخدرات ممنوعة من عنبات وفيها قتل، ومع ذلك تصل. فلذلك في طرق كثيرة، لكن مثل ما قلت يعني الوعي هذا مهم جدا، تطبيق النظام بحزم مهم جدا، وأيضا بقدر ما تستطيع إنك تمنع طبعا وصولها اللي هو التهريب، لكنها ستستمر التهريب طالما هناك سوق وهناك مال موجود ستستمر بالوصول. وفي نقطة أيضا جدا في غاية الأهمية، يمكن البعض يقول الدولة ما هي قاعدة تطبق النظام، طيب أنت اللي قاعد تقول الدولة ما هي قاعدة تطبق النظام، ساعد الدولة، أي سلاح تشاهده حتى لو كان صديق لو كان أخوه صحيح بلغ، والدولة في الحالة هذه بتكفل كامل السرية لهذا البلاغ والإفصاح عن معلوماتك. طيب أسمحكم أن ننتقل إلى فاصل ثم نعود. حياكم الله مجددا، نناقش موضوع حيازة أو اقتناء الأسلحة وحملها مع ضيفي هنا في الاستوديو، سعادة اللواء طيار ركن، الأستاذ عبد الله السعدون عضو اللجنة الأمنية مجلس الشورى، والأستاذ عبد المجيد الموسى المستشار القانوني. كنا نتحدث قبل الفاصل عن استخدامات السلاح. لعل أسألك أستاذ عبد المجيد، اليوم لو شفنا الأنظمة في حالة قبل أنك تحصل على الترخيص وأثناء حصولك على الترخيص وبعد حصولك على الترخيص، أو أنك شخص غير مرخص، في جانب يسبق الجانب هذا هو الجانب الوقائي. خلونا نتحدث عن الجانب الوقائي قبل أن نتحدث عن الجانب العلاجي. هل تعتقد أنه النظام أو الأنظمة أو اللوائح أيا كانت أو القوانين الموجودة بالفعل تكفل وجود توعية كافية اليوم لحيازة الأسلحة؟ طبعا النظام ما عالج، النظام كان موضوعي جدا وتحدث عن الأسلحة فقط وأنواعها وتحدث عن إجراءات التراخيص فقط. لكن أنا أقول اليوم، وهنا أدعو زملائي القانونيين والمختصين ومن له علاقة سواء من الأخصائيين الاجتماعيين أو كل من يحب الوطن، أنا أدعوه أنه يكون الشخص صاحب التوعية الأول في ما يخص استخدام الأسلحة، استخدام غير مشروع أو لغير أغراضها. النظام عالج ما قلت لك بشكل موضوعي، لكن ما تطرق إلى مثلا موضوع التوعية، ما تطرق إلى موضوع، وأنا أعتبر التوعية واجب وطني وإن كان تطرق لها النظام الأساسي الحكم، لكن خلينا بشكل مباشر التأكيد
ما يضر، إذا ما نفع ما يضر. موضوع السرية ما عالجها أيضا، موضوع السرية أنه إذا ممكن إذا بلغت أنت يا المواطن أو المقيم أو أحد شاهدي العيان أنك قد تتضرر أو قد تنضر بذكر اسمك أو بياناتك والإفصاح عنها. فبالتالي أنا أدعو كل من يحب الوطن أن يقدم مقترحة بالطرق النظامية فيما يخص النظر في إضافة أحكام تعالج مثل هذه السلوكيات، وتعزز أيضا من الجانب التوعوي، وتعزز من دور كل شخص في المجتمع سواء فرد أو أسرة أو نعم أو أسرة. هذه دعوة أنا أدعوها من هذا المنبر. هذه دعوة، وإن شاء الله برضو بوجود سعادة اللواء أنه تجد مكانها مقترحاتكم إن شاء الله لأعضاء المجلس النقاش والتداول حولها. وهذه دعوة أيضا نوجهها من خلال منبر يا هلا الأستاذ عبد المجيد الموسى، يوجهها لكل القانونيين والمهتمين في هذا الصدد. وجود اللواء الأستاذ عبد الله يمكن برضو يسهم في وضع هذا الموضوع أمام أعضاء مجلس الشورى ونقاشه بشكل أكثر. أنا كنت أسأله سعادة اللواء قبل إعطاء الترخيص، بس الآن بعد إعطاء الترخيص اليوم في عندنا مشكلة كبيرة ممكن تحدثناها ببداية الحلقة، وهي إهمال السلاح. اليوم في مسؤولية قانونية وأخلاقية واجتماعية لمقتني السلاح من وصولها إلى يد هؤلاء. من هي الجهة التي تعتقد أنها هي اللي مفترض تضع جانب التثقيف والتوعية لهؤلاء على الطاولة وتتكلم مع أصحاب الأسلحة؟ والله أولا طبعا الأب والإخوان وهذا كلهم يعني لهم دور كبير جدا، اللي يملكون الأسلحة هذا أول شيء أنه يكون في مكان يعني لا يصل إليه أي شخص، لأن هذه مسؤوليته. بس أنا ودي أأكد على شيء، هل يستخدم السلاح؟ أقول يوم من الأيام سيقع لك هذا الشيء لا محالة، لأن الخطأ البشري هذا دائما يحصل، يعني إذا في مجال الخطأ فسيحصل لا محالة. يعني مثلا مثل ما قلت مثلا الطب، ما في أدق من الطب، تجد الطبيب وتجد المريض حاط على اسمه وحاط كذا، ومع ذلك تحصل أخطاء طبية. عندنا في الطيران يعني ما فيه أكثر من وسائل السلامة في الطيران، تجد مثلا في طيار، في مساعد طيار، في كذا، فيها مراقب بالمراقبة الجوية، في على الرادار وكل شيء، ومع ذلك تحصل الأخطاء، والأخطاء تكون قاتلة. ولذلك من يستخدم السلاح يعتقد أنه ما راح يصير للشيء، وبعضهم يتواكل يقول لي الله كاتب بيصير. يا أخي الله سبحانه وتعالى أمرك أن تأخذ، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه تهلكة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول اعقلها وتوكل، ما قال لك اتركها يعني كذا. يعني نبغى نصحح المفاهيم، وهذه ممكن نصحح عن طريق مثلا التعليم، عن طريق الإذاعة والتلفزيون، عن طريق كل يعني الإعلام بشكل عام. وهذه رسالة من خلالكم سعادة اللواء عبد المجيد لكل الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر، ليأخذ زمام المبادرة والانتقال بهذه الأنظمة والقوانين إلى أنظمة وقوانين أكثر فعالية، ربما قد يسمى مجلس الشورى بشكل كبير جدا من خلال أعضائه وراء الأعضاء الموجودين في المجلس بالوصول إلى نظام. ومو بس الجهات الحكومية، القطاع الخاص أقرب إلى الأشخاص. الجهات الحكومية لا نضع عليها كل شيء، القطاع الخاص هو عنصر مهم في المجتمع، الأفراد، الأسرة، كل من هو عنصر المجتمع يجب أن يبادر ويجب أن يقوم بهذا الشيء، لأنه واجب ديني قبل أن يكون واجب وطني. اللواء طيار الأستاذ عبد الله السعدون عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لحضورك معنا. الأستاذ عبد المجيد موسى المستشار القانوني، شكرا لحضورك معنا. بذلك نصل إلى نهاية حلقتنا من يا هلا، إلى اللقاء.